فاول. ويلي ويلي مش قد رسمة. بيت عليك يا بنتي يا توح، يعني انت بعد ما اتعرفتي على الهندي تاني يوم يا اختي تعرفي على الواد؟ امال يعني كنت عاوزين تتعزموا نواط وتقعدوا تاكلوا الاكل ده منين؟ ادفع الحساب منين يعني؟ عمري ما كنت اتخيل انك تبقي كده. امال كده بقى ان شاء الله، ولا انت يعني عايزاني طول عمري افضل اخدم في البيوت والناس تذل فيا وتهين فيا وترمي لي فضلتهم؟ والله عندك حق، الفلوس حلوه واحنا لازم نعلى برضك، بس يا اختي برضك مش بالطريقه دي. ايه ده؟ امال يا اختي بقى انا وطريقه ان شاء الله. عندك يا اختي مليون طريقه، اختاري الطريقه اللي تعجبك، اما عن نفسي هي دي الطريقه اللي بعرفها. هي الفلوس حلوه حلوه جو، بس ما بقاش نفس. خلاص يا بنتي يا توحه بعيدي خالص عن خوخي. انا عايزاها تفهم تتنجر شويه بدل ما مخها كده وهو تراكب شمال. طب والنبي احكي لها اخبار الجواز ايه؟ زفت. لسه كرة في الملعب وكرة عالية. مصر كسبت؟ ايه ده؟ احنا كاس العالم ولا ايه؟ كسبت ولا ايه؟ النبي اختي شكلها كده الناس فرحانة صح؟ ايه ده؟ ده اللي بعتيه من سمعية ربنا؟ يا ميم النهارده الماتش، ده محدش فاضي يشتري ولا يتفرج. اه صحيح، الواحد كبر بدأ يخرف ولا ايه؟ طب اركن البوقة دي واتكل على الله عشان خاطر اقفل. البيع بضاعة من ورايا يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم، هو في ايه؟ في ايه؟ سألت زبايني كلهم وقالوا لي انت بعت لهم وصلنا نوم. ما تجيش اسبوع شغالية معايا. وبتستقرضيني؟ طب والله العظيم والله العظيم كنت هقول لك، اصل انت مش فاهم، الزباين بتطلب حاجات مش عندك. يا حياتي علشان ما يروحوش مننا بره. لا ارخي ارخي كمان، بتستقرضيني انا؟ انت مفكره ان انت بتفكريني ده؟ ما حدش فكرها قبل كده. عارفه البت اللي بنت عرفه؟ السباك. اساليه عملت فيها ايه؟ ها؟ والله العظيم كنت هنصص معاك اللي بكسبه والله العظيم. تنصص ايه يا معفنه؟ وانا مستني منك انت خمسه ولا حتى 10 جنيه؟ اسمعي كويس. ساعة ما جيت وانت سائل عوج عليا وصابر ومستحمل. قلت احتمال تتعدل عشان عندها ظروف، لكن تيجي تسرديني ده بعينك. حاضر حاضر. كلمتين حطيهم حلقه في ودانك، لو ما قدمتيش الصبر مالكيش شغل معايا. حاضر. تاكلي استقبلي عليا. في يا وز بتعيطي ليه؟ مفيش مستني. مفيش ده ايه؟ النت ده عمل معاك حاجه؟ عارف يا اخويا ان انا بعمل شغل على شغل، وهديني انه يعمل معايا زي البيت كنيلي لو ما سمعتش كلامه في كل حاجه. بلا نيلي بلا شريهان، ده ليله ام سودا. روحي انت دلوقتي. سيدة تعمل ايه؟ ما توديش نفسك في داهيه. بقول لك روحي انت دلوقتي. حاضر يا اخويا. عايز يا سيد؟ بسم الله الله اكبر. انت بتعمل ايه في المجنونه؟ عمال يدقر على النسوان يا حيلتها. الحقوني يا ناس، سيد الحرم عايز يسرقني. ما تقلقش، السرقه جايه جايه، خلينا في قله الادب دلوقتي. في ايه بس؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ سيد الحرم عايز يسرقني. طب وفيها يا ميمو؟ وانت غريب يا عم، انت سكران غور اجري. يا عم اديله بس دماغك هتنبسط، هيفتح لك بالراحه. يا عم بعد ما جت تتصب عليا ولا ايه؟ طب منه خليك معايا انا دلوقتي. هو عمل ايه يا سيد؟ هو عارف كويس هو عمل ايه. يا عم ما عملتلوش حاجه. لا انت عارف انت عملت ايه. طيب اقوم انا بعمل لكم ايه؟ كوبايتين شاي، انما ايه يستاهلوا بقكم. تسلمي يا خالتي. الجميل لسه زعلان؟ مش دعوه بيا يا فادو. طب والله جايه طيب خاطرك، واقول لك ان الست الدوريه لما عرفت اللي حصل ده قطعت اختها. كتر خيرها. والله ما كنت اعرف، انا لما لقيت مدام دوريه كده قلت اكيد اختها شبهها، بس تقولي ايه صوابعك مش زي بعضها. وبعدين يا ستي ملحوقه، الست الدوريه عايزاكي. عايزاني ازاي؟ تشتغلي عندها في البيت. طب وانت؟ انا يا جميل فرحي الاسبوع الجاي عقبال عندك، وخطيب يا اختي مش عايزني اشتغل. لا انا حرمت. يا بنت ما تبقيش عبيطه، الست الدوريه بتحبك، وبعدين هتديكي فلوس زي اللي كنت باخدها، يعني مبلغ كويس. لا شوفي لها حد غيري.
يا بنتي دي طلباكي بالاسم، قالت لي تجيبي لي البنت قريبتك دي، باين عليها بنت حلال ونظيفه وامينه. هي قالت لك كده؟ واكتر من كده، دي بتحبك قوي. طب وخالت؟ لا انا مش هكذب عليها تاني. خالتك دي سيبيها عليا انا، يعني انت فكرك لما هقول لها انك هتشتغلي مكاني هتقول لا؟ يا بنتي دي فاكراني برنسيسه. فكرك كده؟ انا قمت ماسك في رقبته وقعد يلطم ويصوت، ولا الولية المطلقة لولا العيال حشوني عنه انا كنت علمت عليه علامة ما كانش هينفع بعديها تاني. والنبي يا سيد كان نفسي اجي اتفرج عليه. ايوه كده ايوه كده، ورينا الضحكة العسل يا عسل. طب ايه بقى؟ مفيش اي حاجة؟ مفيش كتر خيرك يا سيد، ما تحرمش منك يا عرب اي حاجة كده زي بتوع السيما. يفضحك في ريحة القطط في امشيريا بعيد يا واد، اتلم بقى احنا في جنينة. ما تيجي ناخد اي مكنة هنا بعيد في الجنينة، بعيد عن زعبيب امشير وفضايح امشير وروايح امشير. شوية يا حبيبي وانا هقلب عليك واوريك زعبيب امشير بجد. جاي يا سعد، وانا ما اعرفش يا اخويا اقعد معاك اتكلم كلمتين بجد، بدل ما دماغك دي يا اخويا اللي عماله توديك وتجيبك. هو في احلى من كده كلام يا وز؟ اديكي حاجة ترجعي لي نفس الحاجة. يو تولعي لي سجارة حشيش وتلسعيني في ايدي وتقولي لي هوف يا سعيد. سلامتك يا بوسي. أموت أنا وعز السهتنة، الصلاة على النبي يا قمر. عليه الصلاة والسلام. والنبي يا سيد ضحكتيني وأنا ما كنتش عايزة يا أخويا. لا كنت عايزة تضحكي، بس أنت مش واخدة بالك. فيها وز، ليه الأسية معايا؟ ده أنا سيد حبيبك اللي كان هيموت مين امبارح عشان خاطرك. ما يبقاش في مكافأة كده؟ أي من شافت ريق. إيه يا أخويا؟ من شافت إيه؟ من شافت ريق. يعني إيه؟ مش انا حرامي غسيل يبقى لازم يبقى فيه منشفة. صح منشفة فيها. طب ارغي يا اخويا، ارغي يا اخويا وطلع اللي في بطن. قول يا سيد عايز ايه يا ابو ريق ناشف؟ عايزك تحن عليا وتقرطي في الحنيه بالقوي. ارضي يا اخويا، او انت فاكرني الواد بقلة انخرط ولا ايه؟ خرطت قلوب. تتعب يا سيد. ومين قالك ان انا مش تعبان؟ ده انا خربان، ده انا رحت الحميات علشان اتعالج من الشحتفه. اما الدكتور قابلني هناك وقال لي يا ابني انت عندك نهجان بالجامد قوي. حتى شوف حلاوتك يا وز يا عسل، حلاوتك حلاوتك يا قمر، حلاوتك حلاوتك يا واد اتلام. كل يا اخوك يلا يا حبيبي عشان تتغز. لا العمر مش بعزاجة، النوبة اللي فاتت ربنا ستر ومناخيري كانت هتبقى في ثلاث فتحات. يو بقى يا خوخة يا خوخة، الناس مش زي بعض، وبعدين دول طالبينك بالاسم، وبعدين دول ناس أمرا أمرا والله العظيم، هترتاحي معاهم راحة غير الناس التانية دي خالص. انت قلتي لي انها اختي، يعني ممكن الجنان ده يبقى وراثة، انا قلبي مش مطمن. هي اختها اه يا خوخة، بس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يا حبيبتي.